باسم نساء الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة مجلس المرأة السورية، ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي راح ضحيته عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء في ريف دير الزور. سنة بعد سنة تتجه الأزمة السورية نحو نفق مغلق ودون ظهور أي بوادر للحل، وذلك بسبب التدخلات الخارجية والإقليمية في الشأن السوري وسعيها لتطويق جهود الاستقرار بإشعال الفتنة في المنطقة التي هي أكثر استقراراً، وتوجيهها حسب مصالحها السياسية والطائفية. فهي تحاول استغلال الظروف وأحداث شرخ بين مكونات المنطقة واحتلالها. فهذا الهجوم الذي تم تحت عباءة عشائرية هو في الحقيقة أوامر تقوم بها أيادي خفية، وبالطبع إن كل ما يحدث أو ما تقوم به الدولة التركية هو فقط لضرب تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي كان عمادها التعايش السلمي المشترك لمكونات المنطقة ككل، والتي طرحت ولا تزال مواضيع الإدارة الذاتية للشعوب سوريا. ومن هنا فإن الأحداث الأخيرة في دير الزور ما هي إلا استمرار للفتنة التي حدثت قبل عام ضد قسد والإدارة الذاتية. إن هذه الممارسات تعمق في الأزمة السورية وتبعد آمال السوريين في إيجاد حل سلمي للجميع. إننا في مجلس المرأة السورية نناشد كافة الأطراف لضبط النفس، وعلينا أن نعلم جيداً أن دولة الاحتلال التركية التي تشارك منذ أكثر من 10 سنوات في قتل الشعب السوري وتهجيرهم والعمل على التغيير الديموغرافي في المنطقة، فهي تحاول الآن خلق فتنة أهلية لضرب الاستقرار، ضرب استقرار شمال وشرق سوريا بعد أن فشلت في كل مشاريعها الاستعمارية. ومن هنا نؤكد أن المرأة السورية مدعوة في هذه الظروف أن تقوم بواجبها في الدفاع عن حياة السوريين جميعا، وتكون الصوت القوي في فضح ممارسات الميليشيات التي تعمل لضرب الاستقرار ومهما كانت أسماؤها. الأحزاب الموقعة على البيان: حزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، حزب البناء والتطوير السوري، حزب التآخي الكردستاني، حزب الاتحاد السرياني، الهيئة الوطنية العربية، حزب المحافظين، حزب الوفاق، الاتحاد الشغيل الكردستاني، البارتي الديمقراطي الكردستاني السوري، حزب الخضر الديمقراطي، حزب التجمع الوطني الديمقراطي الكردستاني.